ويبدو أن سبب لقائه بهم اهتمامات الدكتور النامي بالجانب النقدي والجانب الأدبي، باعتبار أن سيد قطب كان ناقدا أدبيا وكان أديبا في هذا الأمر، فالدكتور النامي تأثر به في البداية من هذه الناحية. لكن هناك من يتهم الدكتور النامي في هذه المرحلة بالتحديد أنه انضوى تحت جماعة الإخوان المسلمين. طبعا الدكتور النامي لم يندرج تحت جماعة الإخوان المسلمين باعتبار أنه حركي فيها، رغم أنه اتهم بذلك حتى من قبل نظام القذافي، واعترف بذلك في الإذاعة في التلفزيون. اعترف بأي شيء؟ نعم، اعترف على أنه ضمن قيادات الإخوان، وحتى صدرت مجلة في هذا الأمر وصورته. الدكتور بنفسه اعترف بذلك؟ نعم، لكن الاعتراف كان تحت التعذيب وتحت التهديد طبعا في هذا الأمر، واعترفوا بأشياء هم لم يفعلوها في تلك الفترة. لكن كيف كانت نظرته للأحزاب دكتور؟ نعم، هو في تظهر نظرته في بالنسبة للأحزاب في اعتقال الأول الذي وقع فيه الدكتور النامي، اللي هو في فترة 73، في ما يسمى بالثورة الثقافية التي أقام بها القذافي لسجن كل المفكرين ورجالات الفكر والأدب في ليبيا. هذا لما رجع من مصر؟ نعم، لما رجع من بريطانيا بعد رجوعه من بريطانيا بسنتين. نعم. طبعا حتى أثناء رجوعهم بداية سجن، وكان سبب سجنه أنه كتب مقالا بعنوان كلمات للثورة، حتى فيها انقلاب القذافي الذي كان يسميه بالثورة، بأن يرجع الجيوش إلى ثكناتها وبأن يترك الشعب يختار كيفية الحكم بطريقة ديمقراطية. في هذا الجانب يعترف بالأحزاب الموجودة في ذلك الوقت، القوميين العرب والشيوعيين والبعثيين وكذلك الإسلاميين، أشار إليها هذه القضية في رسالته أو في مقاله الذي كتبه في هذا الجانب. فهو يعترف بقضية التعددية والحزبية في هذا الأمر، لكنه لم ينخرط في أي حزب من هذه الأحزاب، وما يؤكد ذلك عندما سجن في 73 أن أغلب تلك الأحزاب كانت تريد أن ينضم إليها، كانت تحدث هناك نوع من النقاشات في هذا الجانب، كما يخبرني أحد الأصدقاء الذين سجنوا معه اللي هو الأستاذ يوسف حماد، قال كان يقول أنا لا يقودونني هؤلاء، إما أن أقاد أو لا أقاد مع هؤلاء الأشخاص بمختلف أطيافهم وأحزابهم في هذا الجانب. لماذا سجن دكتور؟ لماذا سجن إذا كان لا ينتمي إلى جماعة الإخوان؟ سجن باعتبار لأن مقالاته وكتاباته واهتماماته تشير إلى أنه يندرج تحت التوجه الإسلامي. نعم، وهناك مشتركات ربما. نعم، هناك مشتركات في الفكر، وقلت أنه لا شك أنه تأثر بكتابات سيد قطب ومحمد قطب وحسن البنا من قبلهم. والدكتور النامي كان يشير إلى أن الفكر الإباضي لا يحتاج منا إلى أن نندرج في أي حركة أو في أي حزب من تلك الأحزاب السياسية التي لها توجها إسلاميا، باعتبار أن فكرنا السياسي يغنينا عن الانتماء إلى أي حزب أو إلى أي حركة من تلك الحركات، فكان هذا هو مبدأه. وهو فكر ربما يكون متقدما عن. نعم، ونحن لدينا نظرية متكاملة في هذا الجانب. نعم. فلماذا نبحث عن حزب ننضوي تحته في اتجاه سياسي معين أو مبادئ معينة في هذا الأمر؟ حتى الشيخ علي حمعمر في بدايته اندرج في حزب الوطني، ثم وجد أن هذا الأمر لا يفيده ولا ينفعه فتركه. والدكتور النامي هناك رسالة بينه وبين الدكتور محمد حنبولة وكذلك الشيخ أبو إسحاق طفيش تشير إلى نصحه بعدم اندراجه تحت أي حزب من هذه الأحزاب. ربما نواصل الحديث لكن بعد الفاصل. نعم. دكتور. نعم. بارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، نتوقف مع هذه المحطة الأخيرة من هذا البرنامج المتابع يسأل. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام. دكتور، حتى لا يأخذنا الوقت، بقيت معنا 10 دقائق والأصل أن هذا الوقت مخصص لأسئلة المتابعين، أريد أن أسأل عن سبب العداوة بين النظام أو بين الحكومة الليبية في ذلك الوقت وبين الدكتور النامي. لماذا سجن عدة مرات وغيب بعد ذلك؟ هو كما أشرت سابقا، السبب الأول هو مقاله الذي كتبه للثورة. هل المقال موجود دكتور؟ موجود، نعم، مطبوع، إيه منشور، هو حتى طبع في الكتاب اللي هو الدكتور اللي هو محمود نكوع اللي هو. نعم. الذي تحدث فيه عن سيرة الدكتور النامي وحياته الفكرية والأدبية، وأشار لحتى اللي هو الشيخ سلطان في كتابي، وهو منشور في مجلة العلم أظن. يعني هل هذا هو سبب العداوة؟ هذا السبب الأول. نعم. وهناك أسباب أخرى من ضمنها. نعم،
كان طبعا الدكتور نامي يتميز باستعلاء إيماني وبنفس أبية، وهي شأن كل العلماء الربانيين في هذا الجانب. من أهم هذه الأشياء أنه حتى في الفترة التي سجن فيها لم يرضخ لفكر اللي هو القذافي، باعتبار أن القذافي كان يريد أن يرغم. بعد سجن الدكتور نامي في 73 نقل الدكتور نامي من الجامعة، باعتبار أنه كان مؤثرا قويا في الجامعة، كان إذا ألقى محاضرة في المدرج كما يخبر أحد أصدقائه أنه يضج المدرج كامل أساتذة وطلبة في الحضور، فكان له تأثير مباشر على الطلبة والأساتذة في الجامعة. نقل إلى جمعية اللي هو إلى جمعية الدعوة الإسلامية، وبدأ يعني تعطى له مهام حتى ينفى خارج ليبيا، فنفي بشكل غير مباشر إلى أمريكا. خير بين أن يذهب إلى اللي هو الأرجنتين أو إلى جنوب أفريقيا، فاختار إلى أمريكا، فذهب كأستاذ زائر إلى جامعة ميتشيغان، ثم إلى اليابان يعني في الملحقية الثقافية هناك وغيرها، وبعد حتى إلى الفلبين وحاول التخلص منه بأن دسوا له السم لقتله، لكن الله سبحانه وتعالى أنجاه ومرض منها شهرين كاملين في تلك الفترة. والأمر الآخر، عندما زار القذافي في أحدى السنوات اللي هو أظن في أواخر السبعينات زار نالوت، وسمع بأن الدكتور النامي موجود في نالوت، فطلب حضوره إليه حتى يسلم على القذافي أمام الناس وأمام ذلك الحشد الهائل ويكون بجنبه. يعني أن من الشخصيات المرموقة في الجبل وفي نالوت يكون بجنب القذافي، فرفض ذلك الدكتور النامي ولم يذهب إلى اللي هو لقاء القذافي لا في تلك الفترة ولا بعد ذلك.